السلام عليكم، نرجع مجددا لحل التمرين رقم 5 صفحة 74 في مرجع النجاح في الرياضيات للمستوى الخامس. نص التمرين كما ترون هنا يمكن تقريبه لقراءته. إذن نص التمرين، هل المتساويات التالية صحيحة؟ مربع اثنان زائد مربع اثنان يساوي مكعبه اثنان، ثم مربع ثلاثة زائد مربع ثلاثة زائد مربع ثلاثة يساوي مكعبه ثلاثة، ولدينا مربع اثنان زائد مربع اثنان زائد مربع اثنان زائد مربع اثنان يساوي مكعب 4. إذا سنحاول استعمال بعض طرق الضرب والقوى. إذا لدينا، عندما يكون لدينا 3 زائد 3 نكتبه يساوي 2 في 3. إذا سنحاول تطبيق هذا الجمع المتكرر الذي أعطانا الجداء، إذا سنحاول تطبيقه في هذه المتساويات. إذا لدينا مربع اثنان زائد مربع اثنان هو يساوي 2 في مربع اثنان، إذا سيساوي 2 في 2 في 2 وهو سيساوي مكعب 2. يمكن استعمال طريقة أخرى، ربما سنقوم ب تساوي 4 في 2 يساوي 8، ويمكن أن نكتبه كذلك يساوي 2 تساوي هنا 4 زائد 4 يساوي 2 أو 2 في 4 2 4 زائد 4 يساوي 2 في 4 يساوي 2 في 2 في 2 يساوي 2 مكعب. هكذا المتساوية صحيحة. إذن أكتب المتساوية صحيحة. إذن هنا هذه المتساوية صحيحة. ثم نأتي إلى المتساوية الثانية، وهي ربما حلها بسيط جدا. 3 مربع زائد 3 مربع زائد 3 مربع يساوي 3 في 3 مربع، ويمكن أن نكتبها هنا تساوي 3 في 3 في 3 يساوي 3 مكعب، أو يمكن كتابته يساوي هنا 9 زائد 9 زائد 9 يساوي 3 في 9 يساوي 3 في 3 في 3، أفكك 9 إلى 3 في 3 فأحصل على تساوي 3 مكعب. إذن فأحصل أن المتساوية الثانية صحيحة. نأتي إلى هذه المتساوية فنكتب 4 مربع زائد 4 مربع زائد 4 مربع زائد 4 مربع 4 مرات تساوي ب
لدي أحسب هذا كأنه عدد وهو عدد 16، إذن يساوي 4 في 4 مربع الذي يساوي 4 في 4 في 4 يساوي 4 مكعب. وإذا استعصيت من الفهم يمكن أن أكتب 16 زائد 16 زائد 16 زائد 16، إذن أكتب 16 زائد 16 زائد 16 زائد 16 وتساوي 4 في 16، 4 في 16 وتساوي 4 في 4 في 4 يساوي 4 مكعب. إذن سأجد أن المتساوية الأخرى صحيحة. وتحقق كذلك من 6 مربع 6 مجموع مربع 6 6 مرات. إذن لدي 6 مربع زائد 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 6 مربع يساوي 6 في 6 مربع ويساوي لدينا هنا 6 في 6 في 6 يساوي 6 مكعب. وإذا استعصى علي كذلك الفهم يمكن أن أقوم بأن لدينا 6 مربع و 36، إذن سأكتب 36 36 36 36 36، إذن جمع 36 6 مرات سيعطيني 6 في 36، إذن يساوي 36 زائد 36 زائد 36 زائد 36 زائد 36 زائد 36 وهو يساوي 6 في 36 ويساوي 6 في أفكك هذا إلى جذع 6 في 6 ويعطيني 6 مكعب. إذن أجد التساوية صحيحة. دونك هذه المتساوية صحيح حجم. إذن أحسب جمع مربع 7 7 مرات، أحسب جمع مربع 7 7 مرات، أكتب لدي 7 مربع زائد 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 7 مربع 1 2 3 4 5 6 7 نعم 7 مربع تساوي 7 في 7 مربع أفككه 7 مربع 7 في 7 في 7 وهي تساوي 7 مكعب تساوي 7 مكعب. إذن سأحاول فصل الشرح مع التمرين. إذن سأكتب هنا 7 في 7 مربع يساوي 7 في 7 في 7 يساوي 7 مكعب. ويمكن كذلك ترجمته إلى شيء آخر لأن لدي هنا 49 49 49 49 49 49 49 7 مرات يساوي 7 في 49، أعرف أن 7 في 7 تساوي 49 تساوي 7 في 7 في 7 ويساوي 7 مكعب. وهنا استخلص أنني إذا ما أخذت عددا
أساسه كانت 15 مربع، وتم جمعه أساس مرة، إذن زائد 15 زائد 15 مربع زائد 15 مربع 15 مرة، 15 مرة سيساوي 15 في 15 مربع سيساوي 15 مكعب. غادي نسول السما زاد شي شويه. هذاك هو اللي كان القوة، يعني بويسونس، هذاك هو اللي لا بويسونس ديكسبوزون، كان ديكسبوزون كنا نخطيس خمسة ديكسبوزون دو ديكسبوزون تروا. الوغ هذاك هو اللي لا باز الأساس، هذا المربع المربع هذاك عاود خصك الجمع 15 نتيكت تم دور كده 15 عاود اختي الجمع 15 نتيكت 15 مربع 15 الان نتيكت هذيك السورس الاساس غادي دير السوق جوج تيمكينا غادي السوق ثلاثه يمكينا غادي السوق اربعه يمكينا سته يمكينا سبعه يمكينا هذيك تعوض العدد المرات الاساس هذي تكوري الاساس اس اثنان زائد واحد نيجان ثلاثه نيجان ثلاثه يعني عرض دات 2 مربع 2 مربع سنتيكال لانه هو دات 2 هو دات 2 2 دونك دات عرض دات 3 مربع زائد 3 مربع زائد 3 مربع سنتيكال اي كان الاساس ني العدد الاساس اي تعرض دينا دي تي كا 3 3 مكعب دات ذاك 4 وضفت 4 سنتيكال هو العدد الاساس تعرض 6 يمكن 7 يمكن و فهاد هادي سهلة التولوجيا هو من البداية التحسيس يشيران المتعلمين س القوى سداد الحالة إن شاء الله غادي نديوها بالنجاح. نتمنى غادي نشرح شي شوية التمرين بما فيه الكفاية وأشكركم على المتابعة.